توافد عدد من المصريين المقيمين في رومانيا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وبدأت السفارة المصرية في بوخارست استقبال أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الساعة 9 صباحا وفقا للتوقيت المحلي لرومانيا، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر ب 121 دولة حول العالم، والتي صادر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مقراتها وعناوينها. رغم سوء الأحوال الجوية وبرودة الطقس، توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بفرنسا إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية في اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، وحرص أبناء الجالية المصرية بفرنسا منذ الصباح الباكر على التوافد إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري. وأكدت البعثة الدبلوماسية المصرية بفرنسا أنها اتخذت كافة التدابير اللوجستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلديات الفرنسية، وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بسهولة ويسر. حرص أبناء الجالية المصرية بهولندا على التوجه إلى السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. وخصصت الجالية المصرية في هولندا حافلات لنقل المواطنين من نقاط تجمع لمقرات التصويت، فيما أكد أبناء الجالية المصرية حرصهم على النزول والمشاركة لدعم وطنهم وقيادته السياسية. تواصل سفارة مصر في دولة قطر استقبال الناخبين من المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حرصا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 الجمعة
ويستمر لمدة 3 أيام، تنتهي الأحد بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم. في اليوم الثاني توافد أبناء الجالية المصرية بالبحرين على سفارة مصر بمنطقة أم الحصم بالمنامة للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية لعام 2024. وبدأ عدد من الناخبين في التوافد على مقر اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حرصا على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 يوم الجمعة، ويستمر لمدة 3 أيام، تنتهي الأحد المقبل في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم. تواجدت حشود كبيرة من الناخبين المصريين أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت مع فتح باب التصويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024. واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم بعد فتح باب التصويت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم، ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت تجري عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو يسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الإيجابية في عملية التصويت. وقال سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت إنه مع بداية اليوم الثاني للانتخابات تواجدت الأعداد الكبيرة من الجالية المصرية بالكويت للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المقر لمساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة. قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن عملية التصويت للمصريين بالخارج لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 تتم بكل سلاسة ويسر. واطلعت الهيئة في مؤتمرها الصحفي المصري مع سفارات مصر والقنصليات بالخارج على سير عمليات التصويت والتسهيلات المقدمة للمصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم وفقا للقرارات والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وقالت الهيئة إن اليوم الثاني من عملية التصويت يشهد إقبالا ملحوظا من المصريين بالخارج للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي. كما وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج إلى تسهيل الإجراءات وفقا للضوابط المحددة لعملية التصويت.